أن سوريا بسبب ما نراه اليوم كانت مستهدفة. دائما الدول التي تمتلك ماضي مجيد وثقافة عريقة تعود إلى آلاف السنوات هي أمة مستهدفة، لأنها أمة يخشى منها. نحن حقيقة جزء كبير مما تعرضنا له من هذه الحرب الظالمة على سوريا كنا فيها مستهدفين، لأننا نمتلك ماضي مجيد يحاولون ما أمكن إزالته عبر الآثار وعبر الطقوس والتراث وكل ما نراه في خان أسعد باشا. هنا أود أن أقول أن الأمة التي تمتلك هذا الإرث أمة لا يخشى عليها، أمة ستستمر وأمة ستصمد، ونحن الحمد لله صمدنا بما امتلكنا. نشاطات وزارة الثقافة مؤخرا تعمد إلى تكريم بعض الرموز الثقافية والفنية اللي نحن بنعتبرها منارات على طريق الثقافة السورية، وهذا حقيقة من أهم أعمال وزارة الثقافة هي نشر الثقافة. وقت تكرم المنارات الثقافية هي بشكل أو بآخر تنشر الثقافة السورية اللي نحن بنعتز فيها. نحن صرنا هلأ عم نمارس هذه المهنة من أكثر من 35 سنة، ولحنا هذه المهنة الرسم على الزجاج بالريشة وليس بآلات تانية يدوي 100%. نحن عم نمارس المهنة وصلنا من فترة طويلة في التكية السليمانية، أنا ورثانا عن والدي الله يرحمه. فلحنا هذه الرسالة موصلها لكل الشعب السوري، ومستعدين لأي شخص يجي يتعلم عنا أهلا وسهلا فيه. هلأ هذا تنزيل فضة على السيف على الخنجر. أول شيء هي نحن بنشتغل بصناعة السيوف والخناجر وتنزيل الذهب والفضة عليها، هي صناعة دمشقية بحتة عمرها حوالي 700 سنة وما زالت تمارس بنفس الطريقة التي توجد عليها، ونحن من نعم رب العالمين علينا أنه مهنة دمشقية ما زالت تمارس في دمشق. وطبعا مشاركاتنا بالنسبة للفعاليات هي دائما هي بتزيد من الثقافة قدام الناس وبيتعرفوا على المهن هي. أنا مشاركة بهذا المعرض لاندثار الحرف اليدوية، وهي الحرف اليدوية لازم يتشجعوا الناس ويشتغلوا من أول وجديد مشان نصر سوريا. ولما ما بتنتصر يعني نحن بقوتنا وشجاعتنا بتنتصر سوريا، وبشغلنا بندعم سوريا، دعم لسوريا كلياتها.